السيف بالأرقام
الأرض مؤمنين. وأنت تعلم ليس الهار من شيمين. لم يضربوا فاطما إلا وقد علموا بأن حيدار منهم منتقم. ما الذي جرى عليه بعد كلام الزهراء؟ هاج العزم بهولة بدره الثرى. للهي عرفوني أنا حيدر كرار. لا خوف صايبني ولا اشكي قلة صار. حق شبحة السيف يا أم حسين المصطفى صبح ونسيه. واضرب حياتي يا علي مطول ليا بعد النبي واطلع من الدنيا كئيب. ما سكن غابة وانثبت ست النساوي ولزمت بداح قلب الحسن وحسين. وقالت يا حيدر اسكن الخاطر الصدق ان على الخدين عضات صليب. حيرت في الحال مكسورة الأضلاع وقامت لعز زينب تقلها بقلب مرتع. قومي لبوش المرتضى وسرعي بلدنا. قامت تجر ذيل الحزن ذيج النجيب. بس ما لحظة سكن ضوء ذب الافطار. ضمها بصدره والدمع بالخد نثار. وقالها يا بنتي ما اقدر انظر ليش بالاخبار. جلدي اشوفك بين عدوان السليمه. لكن الامر لله ولا حول لا قوه الا العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يا الزهرة الزهرة تجلت تكرما. درة البيضاء فحست وإنما هي الكوكب الدري في أفق السماء. يضيء لسكان السماوات كلما تقوم بمحراب تناجي للرب. هذا من قصيدة رائعة للميرزا الإصفهاني قدس سره في مدح ورفاء البضعة الطاهرة سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. وهو موضع بحثنا في هذا المجلس الشريف حول اسم من أسمائها وسرد بالتسمية على ضوء روايات مروية
عن أئمة الهدى عليهم السلام. كما ورد عن الإمام صادق السلام إن لها 9 أسماء، ولكن أشهر أسمائها فاطمة والزهراء. ولذلك دائما يقرن هذا الاسم بالآخر فيقال فاطمة الزهراء. من خلال التتبع في بعض الروايات نروي بعضها في سبب التسمية، ليش هذا المخلوق العظيم، ليش هذه الذات المقدسة الله سماها بالصحراء، ليش؟ أكثر من سبب وكل الأسباب صحيحة. نشوف الروايات. الرواية الأولى، الرواية الأولى عن جابر الجعفي رضي الله عنه، سأل الإمام الصادق عليه السلام لما سميت فاطمة الزهراء، فأجاب عليه السلام، الرواية الأولى في سبب التسمية، فأجاب عليه السلام أظن لأن الله خلقها من نور عظمته، فلما خلقها أشرقت السماوات والأرض بنورها، فغشى نورها أبصار الملائكة فخروا لله ساجدين قائلين ما هذا النور؟ أول ما خلق الزهراء عليه السلام قال هذا نور من نوري خلقته من عظمتي أسكنه في صلب نبي أجعله أفضل أنبيائي وأخرج منه من النور وأخرج منه أئمة بأمري يهدون إلى حقي وأجعلهم خلفاء في أرضي بعد انقضاء وحي. إذن هي أم 11 نورا وأنوار الأئمة من نورها، أنوار الأئمة 11 من نور أمهم فاطمة عليها الصلاة والسلام. نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة عليكم. الرواية الأولى في سبب التسمية. شوف رواية ثانية وهذه أقوال أهل الرسمة، رواية تتعلق بمقامها في الآخرة. الآن يقال بأن السماء قبة، السماء قبة، قبة يراها الإنسان بهذا الشكل البديع العظيم بشمسها بأقمارها بكواكبها. الآن ترى إذا جاء الليل ترفع رأسك إلى السماء شوف منظر بديع جدا. هذا المنظر يجد أهل الجنة منظرا أروع منه، أروع من أن يرون قبة. يأتي ذكرها في الحديث، يأتي ذكرها في الحديث وبها نعرف ليش سميت الزهراء. فالسماء قبة. سأل الحسن بن يزيد الإمام الصادق عليه السلام قال لما سميت فاطمة الزهراء، في السبب الثاني قال عليه السلام لأن لها في الجنة قبة نورها مسير سنة، نورها مسير سنة بقدرة الجبار ليس لها من فوقها، ليس لها من فوقها شيء يمسكها ولا دعامة فتلزمها لها 100,000 باب. في القبة التي يراها أهل الجنة، أنت تشوف الآن قبة السماء، الجنة تشوف قبة أخرى، لها 100,000 باب على كل باب 1,000 ملك، يراها أهل الجنة كما ترون
الكوكب الدري في أفق السماء. مثلا لما الناس ما تشوفون الكوكب في حياتهم الدنيوية دول أهل الجنة يشوفون ويقولون أهل الجنة ويقولون هذه يعني القبة اللي تشوفونها ويقولون هذه الزهراء لفاطمة. القبة السماوية التي هي من ياقوت حمراء ينظر إليها أهل الجنة يرون أهل الجنة تلك القبة اسمها الزهراء هذه لمن؟ لفاطمة. ومن ذلك سميت فاطمة بماذا؟ للزهراء. إذن معنى ذلك أن أهل الجنة يستظلون بقبة تلك القبة اسمها الزهراء تلك القبة التي اسمها الزهراء هي فاطمة. إذن ظلال أهل الجنة قبة أهل الجنة فاطمة سلام الله عليها. الرواية الثالثة شوي نقف معها وقفة من خلال معاملتها مع علي عليه السلام. سأل أبو هاشم الجعفري رضوان الله عليه الإمام العسكري عليه السلام. شوف يجون يسألون الأئمة يقول ليش سميت الزهراء والإجابات تختلف وكلها صحيحة. فهذا سأل الإمام العسكري عليه السلام ليس لما سميت فاطمة الزهراء عليه السلام. فأجاب إمامنا الحادي عشر عليه السلام لأنها خمس روايات لأنها تزهر باعتبار فعل ثلاثي زهرة أو تزهر باعتبار رباعي أزهرة لأمير المؤمنين عليه السلام في النهار كالشمس الضاحية وعند الزوال كالقمر المنير وعند غروب الشمس كالكوكب الدري. تأتي لهذه الرواية تقول هذا الاختلاف هذا الاختلاف في النور ما معناه باختلاف الأزمان الثلاثة باختلاف الأزمان الثلاثة يرى فيها البشر يرى فيها الطلاقة يرى فيها الضياء ضياء الشمس في أول النهار نور القمر عند الزوال نور الكوكب عند الليل. ولا يخفى عليك أيها المؤمن أن هذه الأوقات الثلاثة تحتاج إلى شيء من المعاملة الخاصة فيما بين الزوج والزوجة. الزوجة زوجته في انطلاقة النهار في انطلاقة النهار في خروجه إلى كسبه كيف حالته إلى معاملة معينة كيف تودعه كيف تدعو له في رجوعه عند الزوال كيف تستقبله عندما يريد أن يهدأ ويخرج إلى النوم أيضا يحتاج إلى أسلوب من الأساليب التي تريحه التي تريحه ما ينتج بهذه المعاملة الطيبة رضا الزوج عن زوجته. وهذا ما أخفاه علي عليه السلام. يعني شوف هاي الحالات بالفعل تحتاج إلى بيان وتوضيح من يعني اختصاص في معرفة هذه الرواية بالذات كيف يعني؟ يعني في أول النهار كالشمس الضاحية شوف كيف الإنسان ينظر إلى الشمس في أول النهار عند الزوال مع أن الشمس في قوتها ولكن تزهر لعلي كالقمر المنير عند الغروب حيث يحتاج الجسد إلى الراحة والغروب يرى فيها الكوكب الدري. هذه المعاملة الطيبة الحسنة ما أخفاها علي عليه السلام وأظهر قبوله ورضاه بها. وخلنا نشوف أخي النصوص وهذا لم يوم الزهراء هذا لم يوم الزهراء النص الأول شوف منزلة الزوج إلهي من الشيء عظيمة أكو رواية يا صح يا أن يكون الإثنان الزوج راضي عن زوجته والعرب لكن يحتاج كلا الطرفين إلى إبراز ذلك باللفظ إلى إبراز ذلك باللفظ سواء فيما يتعلق بالمقام مع الله عز وجل أو مع غيره
خلنا نشوف الإمام علي عليه السلام. أما النص الأول كما يرويه إمامنا الباقر عليه السلام رواه المجلس رحمه الله للخصال في حق يعني حقية الزوج بزوجته وبالخصوص عند الوفاة ذكر هذه الرواية. ماذا قال إمامنا الباقر عليه السلام؟ أخذ من رواية موضع الشاشة، يقول عليه السلام: ولا شفيع عند المرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. ثم يأتي لمصداق، يعني بعد أن أعطانا هذا العنوان العظيم، يعني الشفيع، الشفيع الأهم، الشفيع الأهم عند الزوجة بينها وبين الله أن يرضى عنها زوجها. هذا الإمام الباقر يتكلم، ثم جاء بشاهد من ماذا؟ من حياة أهل البيت. يقول عليه السلام: ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد جهلت أو قطعت فصلها أو هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين. شوف يخاطب الله بأهمية، والله يعلم بأن علي راض عن زوجته، لكن جاء وتكلم وسمعه الناس الحاضرون بأن عليا راض عن زوجته، وهو يخاطب الله بهذا الخطر، يخاطب الله بهذا الخطر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في نص آخر: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على عام حتى قبل الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الهموم والأحزان. هي بدورها كزوجة، هي بدورها كزوجة أحبت أن تسمع ذلك من زوجها وهي تغادر الدنيا. شوف التعامل لحظين بين الزوجين، التآلف، شوف المحبة، شوف المودة، شوف البشر، الطلاقة، دعاء الزوجة للزوج، عدم العبوس، هذا كلها من حياة الزهرة عليه السلام. الرواية: لما دخل عليها أمير المؤمنين عليه السلام وهي على فراشها، على فراشها، وكان إلى جنبها أولادها وبعض أهلها، فأمر عليهم السلام بالخروج، طلعوا كلهم طلعوا، فبقي معها عليهما أفضل الصلاة والسلام. أقرأ نص الرواية مع اختلاف طبعا النصوص، لكن أقرأ هذه هذا النص: أنها تكلمت معهم وقالت: ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فماذا قال علي عليه السلام؟ الله أكبر، زوجة تكليف، وزيها مكلفة، يرجع إلى الله. شوف شنو زوجها يتكلم يرد عليه عليه عليه. فقال علي عليه السلام: معاذ الله، معاذ الله، انت اعلم بالله وابر واتقى واكرم واشد خوفا من الله من ان اوبخك على مخالفه. هكذا أجابها عليه السلام: أنت تصدر منك مخالفة وأنت العالمة بالله الخائفة من الله البر التقية الرضية المرضية. يعني هذه الأساليب أو الحياة ما كانت معلومة؟ لا معلومة، ولكن يأتي الحاجة الناس إلى ماذا؟ إلى المكاشفة بالله، إلى المكاشفة بالأرض، كل يقول ما عنده تجاه الآخر، فلم يجد أحد ما عند الآخر إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك
يقول حفيدهما الإمام العسكري عليه السلام في معنى الزهراء ماذا؟ كانت تزهر الأمير في أول النهار كالشمس الضاحية، وعند الزوال كالقمر المنير، وعند غروب الشمس كالكوكب الطبيعي. وإشارة إلى هذه المعاملة الطيبة العظيمة من الزهراء والأمير عليه السلام، فأقر عليه السلام وأظهر رضاه قبل أن يدخلها في رواية، أظهر رضاه أمام الله عز وجل عن من؟ عن فاطمة عليها الصلاة والسلام. أيضا لما سأل أبو عمارة الإمام الصادق عليه السلام عن سبب الزهرة أجابنا بأنه إذا وقفت في محرابها ظهر منها نور يضيء للسماء كما يضيء الكوكب والدنيا لأهل الأرض، أي رواية رابعة في معنى أو سبب تسمية ذات الأقدس الفاطمية بماذا؟ بالزهراء. أخيرا إنها كانت كذلك لبهائم خصها الله عز وجل به ومهاب ونور، حتى روى السيد المقرم رحمه الله أنها كانت إذا وقفت للاستهلال يغلب ضوءها ضوء الهلال فلا يرى إلا عندما تنصرف خجلا من نور غربتها، تتوارى الشمس بالشفق وحياء من مهابتها يتوارى الغصن بالبرق. هذه الزهراء صارت لحالها، وهكذا سميت أو بهذه الأسباب سميت سلام الله عليها. لماذا سميت بالزهراء؟ سميت بالزهراء. أبكت أمير المؤمنين عليه السلام، وتقول الرواية لما اختلى بها وأوصت ورد عليها بكى يا ساعة ساعة، يبكي أمير المؤمنين وفاطمة تبكي كلاهما يبكي، واحد يبكي الله عز وجل كلاهما يبكي، يبكي علي عليه السلام بفراق فاطمة، وبينما هو كذلك يبكي وهي تبكي، وإذا بها تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني، الله أكبر، وزحزحني عن النار، هذا كلام الزهراء، وزحزحني عن النار وألحقني بأبي محمد صلى الله عليه وآله. الإمام علي يسمع من هذا الكلام أكثر من مرة، فإذا قالته رد عليها عافاك الله وأبغاك، ترد الجواب مرة ثانية تقول يا علي ما أسرع اللحاق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبرته بسلام جبرائيل عليه السلام وهو عند رأسها سلام الله الجالس، وإذا بها تقول وعليكم السلام رسل ربي، يا فاطمة على من تردين السلام؟ قالت يا علي هذا ميكائيل قد أقبل عن الله عز وجل يقول العلي الأعلى يقرئك السلام، يا حبيبة حبيب الله، هذا كلام ميكائيل لفاطمة، يا حبيبة حبيب الله وثمرة فؤاده اليوم تلحقين بالرفيق الأعلى في الجنة.
عبد علي عليه السلام عنا، ورواية تشير إلى أنه كان في المسجد نقول أم سلمى زوجة أبي رافع، هي كانت مع الزهراء أيضا دائما، وإلى جانب أسماء تقول أم سلمى: كنت أمرض فاطمة حتى جاء آخر يوم من وفاتها، قامت وعجنت وخبزت لأولادها وغسلت رؤوسهم وأمرتهم بالانصراف. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها: قالت لي يا أسماء علي بثيابي، جئت لها بثيابك، اغتسلت لبست ثيابا، ثم قالت: يا أسماء دعيني وحدي بين يدي ربي، ونادري بعد مدة فإن أجبتك، وإلا فاعلمي أني مضيت إلى ربي. اختلت الزهراء مع ربها تبارك وتعالى على مصلى، ولكن كانت تصلي من جلوس للألم الشديد الذي تشعر به من كسر الأضلاع وإسقاط الجنين، وأسمى تسمعها راكعة ساجدة بينما هي كذلك، إذ أنهت صلاة واشتغلت بتحقيقها، جاءها ملك الموت عليه السلام مسلما رسولا من الله تبارك وتعالى، فبددت نفسها على مصلى ورجلاها الى القبلة، انقطع الصوت عن أسماء فنادتها: يا بنت رسول الله، يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء. فلم تجبها، فتحت الباب وإذا بها مسجات على مصلى، بينما هي كذلك إذ جاء الحسنان واستقبلتهما أسماء بالحزن والأسى، ليش ما نسمع ونين أمنا، رحمه الشاعر أبيات خالدة: ولا نسمع كلام، إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن الله. لا يا أسماء سافرت عنها وخلتنا أيتام، والشهيد يصيح للدفاع والتراجع من من سلامتها تكون، فالها فالسلامة
الله أكبر. الحسن أمام الحسين. وين يبن أم السلام والجسد منها نحيف وطلع منها مكسر والصدر دمه يسيل وظلت يا نور عيني اليوم لله على مصلاة
دخلت الحارة والدمع بالخد بادي والصيح ليش مددا What?
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا أنت دع لنا بها ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ضرا إلا كشفت ولا عيبا إلا سترت ولا خوفا إلا منعت. إن شاء الله نعرف أيضا المجلس هذه الليلة الساعة السابعة والنصف السابعة والنصف. ولا مريض إلا شفيته وعافيته، ولا طالب حاجة إلا بالزهراء وأهل البنين عليهم السلام. فضيق اللهم برحمتك حاجته، ولا عدو إلا قصمت ظهره ودفعت، ولا أسرا إلا فككت. اللهم فك أسرنا وسجنا أمامك ورد مرادنا يا أرحم الراحمين. المؤسسون تقبل إلى هنا عمله إلا وعفته، ومرحمة الحمد لك الله. عطي الحاضرين احفظهم فردا فردا الى موت المؤسسين والحاضرين ومن معك على ولايه امير المؤمنين. اهدي لهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلاه.